رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي موسى الأشعري يده بالليل ليصيب المسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليصيب المسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الحديث رواه مسلم. هذا الحديث هو أمر لكل انسان، والرسول صلى الله عليه وسلم فيه يبين سعة رحمة الله تعالى وسعة فضله، ويبين حلم الله على عباده. الله تعالى مع انه هو المنعم المتفضل الذي له الملك وله الامر وبيده كل شيء، وهي القاهر فوق عباده والقادر على ان يلبسهم عذابا من فوقهم او على ان ياتيهم بعذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم، وان يجعلهم ويلبسهم سياحا، وقادر أن يفعل بالناس في الآخرين كما فعل بهم في الأولين حين أهلكهم، إما بسلطة وإما بإغراق وإما بإرسال حجارة من السجون من جهنم لتحرقهم في الأرض جزاء بعدهم عن الله تعالى. مع قدرته على ذلك كله، ومع انه هو المؤمن المتفضل وما من نعمة الا وهي منه، ومع ذلك يبارزه العباد بالمعاصي ويعلنون الفحشاء ويظهرون بالمنكر ويعاندون ويثابرون رجال كان ام نساء. واذا ذكرت دين الله استهانوا به، وان ذكرت كلمة الله اعرضوا عنها، وكثيرا ما يستخفون بالذين يدعونهم الى الهدى وينهونهم عن الموسى، ومع ذلك كله الله يقول لهم ان رحمة ربكم الوسع مفتوحة أبوابها أمامة. بالليل تبتم أو بالنهار أمدتم واعترفتم بذنوبكم وأقبلتم على ربكم، فإن الله يغفر خطاياكم ويكفر سيئاتكم ويعفو عنكم، ثم تكتب لكم حسناتكم بعد ذلك. اذا هذا يدل على ان التوبة مقبولة دائما من اي عبد، ومهما كان الذنب فلا يوجد نوع من الذنوب يقال فيه ان الله لا يقبل التوبة العباد منه، سواء كان كفرا او سفرا او قتلا او زنا او سرقة او اي ذنب من الذنوب. لكن التوبة لها شروطها، وهي ترك الذنب والندم على ما يقع من الانسان من المعصية، والعزم على ان لا يعود الى هذا الذنب بعد ذلك، يعزم على هذا. ثم ان كان عليه حقوق للناس
يرد للناس حقوقهم او يطلب منهم ان يخلوه منها، يعني ان يسامحوه. فان كتب شرط من هذه الشروط فان التوبة لا تكون صادقة ولا تكون توبة مصيرة. وقد جاء في الحديث الندم توبة، وثبت في الاحاديث ان الذين ندموا قبل موتهم غفر الله لهم ذنوبهم، ولم يكونوا يعلمون انها تغفر لهم. فالرجل الذي روى قصته حديث البخاري ومسلم انه ان كان عاصيا لكن كان مؤمنا ولم يعمل بعد الايمان طاعه لله تعالى، وانه بعصيانه هذا احس انه ان مات وعوقب، فان الله يعاقبه عقابا شديدا على كل ما فعله من اثام. فالرجل قبل موته قال لابنائه: يا ابنائي انا احس في مرضي هذا انني ميت، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. هذا حسب تفسير، واحيانا يكون التفسير كاذب جدا، ان ربنا قدر علي يعذبني عذابا شديدا لانني لم افعل طاعه. فاذا امنت تحرق بالسفر ثم ذريها، وفي روايه بر نفسها في البر ونفسها في البحر. فامر الله البر تدمع ما فيه بعد موت الرجل واحراقه بالسفر، وامر البحر تدمع ما فيه وألقته امامه سبحانه وتعالى، ألقت الرجل امامه. ثم قال له: لم فعلت ذلك؟ قال: فعلت ذلك خشية منك يا رب، يعني خوفا منك، أنا أعلم ثقل ذنوبي وكثرة معاصيه، فخوفا منك فعلت ما فعلت. فقال الله له: خشيتك أبدلت الجنة، اذهبي به إليه. اذهبوا به إلى الجنة به الملائكة رفع الجنة. ليه؟ لأنه ندم قبل موته وأحس بخطئه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يعني إيه؟ يعني يقبل الله توبة الإنسان ما لم تصل الريح إلى الحلقوم أو إلى السد، لأن عند وصولها إلى السجن يرى الإنسان الملائكة ويتأكد من موته، أما قبل ذلك فهو لا يدري أنه يموت. إذن حين يتأكد من موته لا تنفع التوبة، كما قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يبقى حضر الموت يعني حضرت ملائكة الموت أو حضر الكافرون له، يبقى في الوقت ده ما بينفع ده. إذن هذا الإنسان الذي تاب وغفر الله له يدل حديثه أن الله يقبل التوبة أي وقت ومن أي ذنب. هذا جميل. انت عارفين قصه الذي قتل 99 وديا ولما ذهب الى الرايه قال: يقبل الله التوبه؟ قال: لا يقبلها ابدا. لا ذهب الى عابد، والعابد اذا كان جاهلا فمصائبه في المسلمين كثيره. فلما ذهب الى عالم قال: يا من قال لا تقبل توبته اذهب الى قرية كذا، واترك القرية التي انت فيها، هناك في الطريق، وادخله الله الجنة لانه ذهب تائبا مع انه لم يعمل حسنة. هي التوبة.
فقالوا ان التوبة حسنت يمحو الله بها جميع السيئات. ويقال لها الحسنة المباركة، لان هذا اخوة ان السيئات فيها مقابل الحسنات. فاذا كان عندك سيئات 100,000 سيئة، يبقى عايزين 100,000 علشان تخش الجنة. اما اذا كان عندك 100,000 حسنة مقابل 100,000 سيئة، وكلهم في مستويين في الوزن، يبقى انت تعتبر امرك موصولا الى الله، وانت من اصحاب الاعراف الذين يقفون بين الجنة والنار يوم القيامة وينتظرون حسن الله فيهم، لانهم استوت سيئاتهم وحسناتهم. وهذا رأي لكثير من المفسرين وبعض العلماء من المفسرين يقولون اصحاب الاعراف قوم ممتازون يوقفهم الله في مكان ممتاز، يتفرجون على الناس يوم القيامة وينادونهم يا اهل النار لماذا لم تسمعوا كلام الواعظين؟ ولماذا لم تتأثروا بآيات رب العالمين؟ ولماذا لم تكن لكم أصيل تخرجكم من الظلام إلى النار؟ وأنتم يا أهل الجنة مبروك عليكم، مبروك يا محمد، مبروك يا إبراهيم، مبروك يا سلمى، مبروك يا زينب، مبروك يا عائشة، ألف مبروك. اتفضلوا اجروا بقى ورا النبي عشان تخشوا الجنة. يلا يا ولاد روحوا فادوا انتوا، احنا جايين بس ما نتفرج على الكلمة. يبقى دول ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم، قالوا ما أغني عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ انتم كنتم مستكبرين وكنتم متجمعين ومؤتمرين ضد المسلمين، ضد الشباب المسلم، ضد الرجال المسلمين، ضد المرأة المسلمة، وكنتم تعودون كل من يعمل صالحا. وقيل قيل لكم احذروا عذاب الله، قلتم والله ان كانت هناك اخرة فلن يدخل الجنة احد صيام. اما هؤلاء فلن يدخل الجنة. الجماعة اهل الاعراف يقولون لكم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ انظروا تلقين الفقراء، تلقين الدعون اللي بتعيد عليها في التلفزيون وفجرة، تلقين الذين كسروا ثيابهم. انظروا صحيح لم يكونوا بين مناصب ولم يكن لهم حرس ولم تكن لهم في الدنيا من العظمة ومن الأموال ومن أسباب الشرف ما يجعلهم يهزمون الآخرين، لكن في اليوم الملائكة في ركابهم وربهم يبشرهم والرسل تحتضنهم وجلال الأرض تجليهم والجنة تناديهم. هؤلاء اذهبوا يذهبون الآن إلى الجنة والملائكة من أمامهم ومن خلفهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار مخلدين فيها، لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما أنتم أيها الكافرون والمجرمين والمنافقون والمتمسلمين، يا من تعيشون في رحاب المسلمين وأنتم تأتمرون على الإسلام، انتظروا الصفاء الأبدي الذي لا ينتهي. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن هذا الموقف يدعوني
الى ان نتوب وان نسرع بالتوبة. وقال العلماء التوبة مفروضة على كل مسلم سواء فعل ذنبا صغيرا ام كبيرا، والتوبة مفروضة فردا فوريا. يعني ايه؟ يعني بنت مصر مثلا صحيح رجلها عريانة وصدرها عريان ورأسها عريانة وارتبطها عريانة والجزء الملبس نخليها يعني مضيق عليها يكاد ان يخلطها، وقد ركت بس غلط الشيطان زحف عليك، يجب عليك بسرعة تتوب قلبا قلبا وتستغفر مثالا تتوب. طيب لما تتوب يا بس يعني بصلة تبقى استغفر الله العظيم جنة بيت ايه قوي استغفر الله العظيم انزل بالتبحان وابكات استغفر الله العظيم ان ابوها رجل تاجر بكات اما بطل بس بقى لا من حين استغفر الله العظيم تبدا هذا الكلام بتبقى سفرية دي مهزلة والله يا راس عارف انك انت بتبسط صحيحا بنت ملعونة وابوها ملعون واخوها ملعون وجدها ملعون وخرجت من بين الملاعين هذا لا تصح وكلهم يصيبه من الذنوب بعدد من يراها ويسكن بها كل من يراها ويسكن بها ينظر لها ابوها ياخذ ذنوب مثل كل من راه وامها واخيها وزوجها الى اخره لا يفيد الوقت موضة موضة جديدة عن الشفا بجر أبصر السكات بفرد الشرع والرجال يهددوهم بالصلاة ان لبس بلاد الشرعية يبقى قال ولا يسمى انا زمان كنت لو اعطي الامر للنساء يسمع نفس الوعد ان سمعوها الرجال لابد ان المجتمع ده ينصلح حالته. التجربة بتاعتي كان الناس بتقولي اسمع كل الكلام ده النهارده يا باب عدد كبير لقت الازمه دي الست عايزه تلبس ترقي والراجل السيد المحترم بيقول لقطه ليه؟ لان ضروري تسمع كل حاجه فيها عريان عشان يظل هو ملعون الى يوم القيامه. هؤلاء والعياذ بالله كسب قلوبهم وتمت الله عليهم واصبح على قلوبهم نيران فهم لا يفقهون ولا ينتفعون ويخفى عليهم ان يموتوا كفارا فلا الدنيا جمعوا ولا في الاخره انقطعوا وحيل بينهم وبين ما يفقهون كما فعل باشياعهم من قبل. المساله ليست لها أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا، فتعالى الله الملك الحق الله لا يعلم. يبقى التوبة مفروضة ولابد نعملها قبل قبل بعد كده الحكم الشرعي. اتكلمني المرة بس عن الصلاة. طيب الصلاة تدخل في التوبة بس إذا كان أخلي عرفني المرة اللي فاتت ان الصلاة فرض ورسل على كل انسان بلغ وبنوب المرأة او الفتاة ان يأتيها الصيد وبنوب الفتاة ان يصلح الزواج. يبقى البنوب يفرض عليه الصلاة والصلاة رسل من الاركان من لم يصلي فلا اسلام له. لان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه. الرجل فقط ولا الرجل والمراه؟ كل كلام عن الرجال هو خاص بالرجال وبالنساء وبالانس وبالجن كمان. يعني الجن العفاريت اللي موجوده معانا في الجامع دلوقتي المسلمين حيث الحكم ده ايضا لهم كما ياخذه الرجال والنساء. ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه
فمن فرط الصلاة فقد كفر. ويقول احد الصحابة ما كان عندنا شيء يعتبر تركه كفرا الا الصلاة. يعني الفراء الاسلامية الصحابة كانوا يعتبرون من ترك شيئا منه فهو فاسق. من لم يخرج الزكاة فاسق، من لم يصم فاسق، من لم يحج فاسق، من لم يبر والديه فاسق، من لم يكرم جاره فاسق. اما من ترك الصلاة فهو كافر. ولذلك اختلف العلماء، هل تارك الصلاة يموت كافرا ام يموت مسلما فاسقا؟ فبعضهم قال يموت كافرا فلا يرثه اولاده ولا ترثه زوجته، وان اذا كان اولاده زوجته لا يسلمه ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلم، لان كافر كفر مطلق. والاكثرية قالوا لا، هو فاسق القريب الى الكفر فيورث او يرثه من وراءه ثم يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويفرق لربه يفعل به ما يفعل. الصلاة هي الفريضة الوحيدة التي فيها مناجاة لله في كل ركعة، والصلاة هي الفريضة الوحيدة التي عمل لها احتفال في الارض واحتفال في السماء ليلة الاسراء، حيث عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماوات العلى حتى فرض الله عليه 50 صلاة، وما زال الرسول يسأل ربه التخفيف حتى جعله الله 5 صلوات في الفعل، ولكنها 50 صلاة في الأجر فضلا من الله ورحمه. والصلاة من فضل الله علينا انها تنير القلب وتنير البيت وتنير المسلم وتنير الجوارح، لانك اذا تودعت بجوارحك فان جوارحك تنير لك يوم القيامة. واذا ذكرت في الصلاة فذكرت الله بلسانك ونويت بقلبك وعشت مع ربك في صلاتك فقلبك مستنير بنور الله وبذكر الله، ولسانك مستنير بقراءة القرآن وبالتسبيح والتهليل والتكبير والتكبير، فأنت في رحمة الله ونوره ما دمت في الصلاة. ولذا كان الذين يعرفون قيمة الصلاة ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابة، كان النبي يقول يا بلال ارحنا بالصلاة ان هو برتاح، يعني احس بالطمأنينة والسعادة ان اذن خلينا ندخل في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول وجعل السر في عيني في الصلاة. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر ان الصلاة الصلوات الخمس مثل نهر موجود على باب الواحد منا يغتسل منه كل يوم 5 مرات، يقال لنا هل يدفع على جسده من درن الذي يغتسل 5 مرات كل يوم في النهر الذي امام الدار يدفع على جسده من وسط؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحي الله بهن الخطايا. طبعا يعني بنتوضا ونتوضا ونذكر ربنا ونقرأ قرآننا كتاب ربنا ونتعلم منه وتنزل علينا الملائكة ونناجي ربنا وتغفر ذنوبنا، يبقى بكلها عشان 5 دقائق حسناها مع الله. طب قرون ده احنا طول النهار تقيمين واخر النهار تبقى رئيسة في العمل بيجيلك ويستمر ويتكبر عليك ويغمض عنك ويوريك الذل وفي كلمة متكبر أبدا. يعني لو كان يمسك من راتبك بيمسك، لكن ربك
ما بيعملش كده. بتخش فاتح يقول لك 10 حصانات ارفع وارفع بها درجه الى ان ينصح ان ينفعوك بها خطيئه تصلي كل الثواب بنفسك. يبقى دي ايضا المغازي عرفنا كلمه الصلاه. الراجل مسؤول عن زوجته وعن اولاده وعن بناته ومسؤول عن كل من تحت رعايته. اذا صلوا اخذ مثل ثوابهم، اذا لم يصلوا قدرة المحترم يناله من عذاب الله مثل ما ينال كل واحد منهم. فاذا كان عنده هو وزوجته واولاده يصيروا 10 حضرتك سمي الراعي حضرتك ريس. فطبعا الريس ياخد فوق دماغه بقدر الرياسه كان ليس على 10 يقوم القيامه ربنا يعذبه عشان نفسه ويقول له يا دي كمان عذاب بنتك عذاب بنتك الثانيه عذاب ابنك عذاب ابنك الثاني بقت مواجب عذاب العشرة. ولا دول عذاب عن صلاه الظهر الدين العذاب ده برضه عن 10 عن صلاه العصر وبعدين عن صلاه المغرب وبعدين عن صلاه العشاء. ويا رب ان الركعه الواحده يعيدها تاركها في جهنم 70 مره يعني 70 ركعه. فاذا كان الزوج هتضربه 70 يبقى 4×7 280 ركعه في جهنم. وكل ما يقف يا رجل يا راسي وانا بسلك من اول كامل يا دماغي يا بسمه سقطت وكانه بسلك من اول كامل. قال يا رب ارحمني انا بسلك من اول كامل. يبقى ده مساله مين بتهدف عشان يعرف ما يجب علينا ويفكر انكار بعض ينسب انفسنا من هذه الايام القليله وبلشت السنه دنيانا نسال الله تعالى. اما يصيبه فموضوعها ايضا يتصل المره دي في قصه الوجه الجسم بالنسبه للقسم الاسلامي. قد نظن ان موضوع القسم في الدعوه الاسلاميه موضوع لا يهمنا، لا هو موضوع من اكثر الموضوعات يهمنا كلنا لان مفيشات انيتك بيتك اسمك حاكم. مفيشات ان المختار في مكانه يبقى حاكم، المدير في الشركة حاكم، الوزير في الوزارة حاكم، الزعيم او الملك او الامير في الامارة او المملكة حاكم. ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يوالي ثلاثة، يعني من يتولى أمر ثلاثة ويقتل بينهم ولكن الثلاثة دول أولاده إلا جاء يوم القيامة مغلولة يداه في عنقه، يعني يداه مربوطة كان في عنقه مكتوب من يصيب أمام الله لأن كان واليا غله دوره أو كفه عدله. إن كان عادلا كفت يداه وإن كان جائرا لم يعمل بما امر الله سحب على وجهه الى جهنم والعياذ بالله. وهذه سنه المسلمين. اذا نحن الان داخلين على تفكير المسؤوليه في الاسلام غير اننا نسميها القسم في الاسلام او الجانب السياسي، لان السياسه معناها ايه؟ معناها التدبير. فانت تسير في بيتك تعتبر رجل سياسي لانك تدبر امر اولادك، والست في البيت تعتبر ست سياسيه. مش تسد كلبه بالدخول في السياسه، كان في السياسه هم مين قال من السياسه؟ هي سرب السياسه في السكات. هم بيبحثوا على سنة الحسن ليس السياسة
السياسة تكون اكبر واعم. فالست في البيت تعتبر سياسية. الست النجة تعتبر سياسية. الست المفتشة سياسية. كبال الست المديرة سياسية. فاذا الست الان تدير امر سياسة المجتمع. وقبل الان بكم الف سنة هي برد بالتسليمة. لكن مهرب يتقتنع بكده. ونرجع قوي. اذا المرد السياسة تدبير امور الناس. يعني ايه تدبير امور الناس? يعني اذا كان حضرتك تعيش في صخرة وفي عزلة يقال انك معتزل. ما لسه دخل بالسياسة في الاسفل. اما ما دمت قد عشت مع الناس وتزوجت وانجبت وحضرتك مش اب ومش ام ومش جار ومش اخ ومش عم ومش خال وخالة فانت مطالب بان تكون بواجبك مثل هؤلاء. وانت في هذا الوقت رجل سياسي. هذا بالمعنى اللغوي. المعنى السياسي العرف اللي الناس اتعرفوا عليه النهارده ان السياسي معناه الرجل القاسي او طالب القسم. يعني الزعيم مثلا البلد فيها حزبين. فالحزب ده طالب ان يكون قاسما. فهذا الحزب بيحاول بيعمل مبادئ معينة ويقول الناس انتخبوني لأكون حاكما لأنني أكون أصلح من الحزب الآخر. يبقى هذا حزب طالب سياسة. أو يكون طالب سياسة بالفعل مثل الحاكم الذي يدير أمور القسم في الرعية. يبقى دي السياسة فيها بالمعنى العرفي. المعنى العرفي مغنى بين كلمة سياسة بياتها كاملة. طيب يا سيدي بالمعنيين الاثنين عايزين نشوف الاسلام في السياسة. كيف بدأها وكيف طورها؟ أرجوكم افتحوا آذانكم وعقولكم. لأن عدم فتح الآذان والعقول يخليني بعد ما نطلع ممكن نسمع ناس. ولما كنت اللي سمعتوه ممكن انا انت اللي انت. انا اتنصت لك على باب المسجد واسألت وانت طالعين. تعالى بابا انت سمعت ايه? والا يبقى احنا كأنك لا بزيت ما بزيت ولا رأس ولا بزيت. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة انت الغير. كان ينفذ ان يدبر الاجابة. كان لا غلط غلط وتأثير على مخمرة. على مخمرة تحت خمرة على بيت. الرسول كان ينفذ ولا يحط. انا قلت ميت مرة ان التبتيه كله للتدبير من الله تعالى. اللي كان بيدبر الله واللي كان بينفذ رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالرسول على سن النفاس احتاجوا موقف احتاجوا جلب الناس وعايزين تدعوهم الى الله. 4 سنين يجي الخمسة انت عايزين تتقبلوا مين? ما ينفعش. وفيك الرسول ايه? اسمه. لين هتعرفوها دي? نمرة واحد. يتلقى الوحي من الله. نمرة اثنين. يبلغ الوحي للناس. نمرة ثلاثة. يشرح الوحي لهم. يعني يبينه يشرحه يشرح القرآن
وشرح الوحي وتبييني ده يتوافق بالسنه بالحديث، وده اللي احنا سميناها بقى سنه رسول الله، والسنه تبيين وتفسير للقران. وبعدين الاول يتلقى الوحي، ولما تلقى الوحي يسميه نبيا. تامين يبلغ الناس، فاذا بلغ لامر بالتبليغ سميه رسول. عايزين يبقى عن فيها اني اوصينا اليك كما اوصينا الى موسى والنبيين من بعده. يبقى بالوحي. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. يبقى ده التبليغ. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما انزل اليه. يبقى ده التبيين والتوضيع. بعد كده الحكم وتثبيت الاسلام. ان انزلنا اليك الكتاب لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين حكيم. يعني عليك ان تحكم بما انزله الله وان تبين احكام الله في القران. ثم ثالثا الرسول عليه الصلاه عليه ان يرعى شؤون الناس وينظر فيه هل ينفذون الاسلام بدقه ام لا ينفذون الاسلام بدقه. يبقى كان ده اسمه التثبيت ومراعاه التثبيت. ثم الرسول عليه الصلاه والسلام البنك السادس ينفذ الدين امام الناس. ينفذ الدين يعني ايه؟ يعني ربنا امر بالصلاه يقول امسك الصلاه، الله امر بها اقيم الصلاه، الرسول بلغها يبقى وصل التبليغ. بعد ما بلغها يبين كيف تكون، فيعلمهم ان الصبح ركعتين والظهر اربعه والعصر اربعه والمغرب ثلاثه والعشاء اربعه. بعد ما يبين يبتدي يصدق فيقف امامهم ويصلي ويصلون كما يصلي كما كان صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رايتموني اصلي. ويقول خذوا عني يعني في الحج مناسككم. يبقى ده هو الوضع اللي بيمشي عليه. يبقى بيصدق وبيرعى امور المسلمين. كما راى رجلا ينكر في صلاته فقال هذا الذي يسرق في صلاته. قالوا كيف يسرق في صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. يعني صلى مصر. يبقى بيكفف وبيرعى. وكان يشوف اللي بيتوضا صح ولا غلط، اللي بيصوم صح ولا غلط، اللي بيزكي صح ولا غلط، اللي بيحج، اللي بيجاهد، اللي اخطا في خصوص الزوجه، اللي معاشرين زوجتهم بطريقه فيها مبالغه او فيها تساهل، كان يرعى ذلك كله. واضح الكلام ده؟ يبقى معاه ست وزارة. طيب العالم عليه ميزة كام؟ عليه ميزة في الوقت لا يوحى إليه، لكن عليه التبليغ. وعليه التبليغ كل واحد بيبين كسب علم. العالم علم القرآن وعلم السنة، وإن احتاج الأمر إلى اجتهاد وهو يسمع يجتهد. يبقى هذا هو التبيين. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل سيدنا معاذا إلى اليمن قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد ما وجدت نفسك القضية؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد ما فيش نص في السنة أنت القضية دي تجيبها خالص؟ قال اجتهد رأيي. فضرب صدره مسرورا منه وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب الله ويرضى. هذا هو العالم الذي جهد ليكون واليا او حاسبا. وبناء عليه العالم عليه التبليغ وعليه التبيين وعليه الاستراس وعليه التثبيت للناس وعليه الحكم بين الناس.
الحكم بالحد. ولذلك قالوا ان اولي الامر بعد رسول الله في الناس اولي الامر هم العلماء. فجاء البعض يقول طب اولي الله القسام قال ياخذون الولايه من العلماء. العلماء بالله وبالدين هل يرضون الاقوياء الامناء على هذا الدين؟ وعلى هذا الاساس ليه قالوا هذا؟ قالوا لان الحاكم ان كان عالما فقد دخل في الامر وهو ولي امر المسلمين، وان لم يكن عالما حرم ان يحكم الا بعلم العلماء. يعني ايه؟ يعني بفتوى العلماء كمرجع حاكم الى العالم. واذا لم يرجع فقد ظلم، لم يرجعه فقد العالم دلوقتي يجبوه ملة في التمثيلية وداخل في التمثيلية مكة وطالع مكة وخدة الملة يا فندم. ليه؟ لأن صار مسخرة في الزمن اللي أصبح مهزلة وكل نقاشات وذل صار الملة ده له عند الناس. يبقى عرفنا اسمه وزدت النبي. الغلطة دي جت لما قلت لكم الرسول كان بينفذ ولا بيخطط ويبدر؟ يبقى عرفنا ان كان هو بجد بيخطط ولا بينفذ؟ كان منفذا. وبناء عليه طيب هل كان حكما بالاسلام في مصر ام لم يكن حكما؟ الدورة في مصر كان دورة تربية. حس في الخلافة دور التكوين النفسي الطبيعي. حس على ثلاث، على عقيدة وقيادة ورقابة. عقيدة وقيادة ورقابة، عقيدة وقيادة ورقابة. عقيدة هي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، وهذه العقيدة كان يوم جدا ان تزرع في نفوس المسلمين. ليه؟ ليه الايمان بالله وبالملائكة وبالكتب والرسل واليوم الاخر؟ اطلعنا دول ويا بعض والقضاء والقدر، اطلعنا الستة دول. لماذا؟ قال المسألة بسيطة. المصدر الاول الذي يأتي منه كل شيء هو الله. فالله هو الذي يأتي منه النعم والفضل والكرم، وهو الذي يأتي منه القانون والدستور، ويأتي منه الكتاب والنور للبصر، وكيف نميت الرحمة والسعادة لكل عباد الله بل كل مخلوقات الله من انسان وحيوان وطير وحشرات. تنزل تنزل على من؟ تنزل على كل الناس؟ مش معقول، لان كل الناس لا يستقيم، انما اللي يصلح انسان معين. الله يختار من الناس انسانا يربيه ويقصيه ويهذبه ويصممه حتى يصلح لنزول كتاب الله. وهذا هو الرسول. من الذي ينزل في الوحي من الله الى الرسل؟ الملائكة. من هنا وجد الايمان بالملائكة بعد الايمان بالرسل. يبقى الايمان بالله انه مصدر كل شيء وكل خير منه وكل شيء منه، كل كل من عند الله. والايمان بالملائكة لانها الواسطة بين الله وبين الرسل. الايمان بالرسل لان دول اللي ربنا اختارهم من على سمعه دين البشريه ولم يختر غيره. ولذلك كان كل قائد صار خلف النبي فهو سعيد وتسعد به امته، وكل قائد او عالم او حاكم او اي انسان عابد اجتماعي اقتصادي
قياسي او اي انسان عادل اجتماعي اقتصادي سياسي بعد ان يبيض فقد سطي واسقى من سبعه فقد رفع السفينه لان الله اختار البشريه واحدا هو رسوله ورباه وعلمه وقال للناس اطيعوا هذا الرسول لعلكم ترحمون. يبقى هذا الرسول يبقى يجب اتباعه وعلى اساس ان ربنا اختاره. طيب ليه بنؤمن بقى بالكتب؟ لان الرسول حين ياتينا بيقول لنا انا جاي من عند الله، هقول له ماذا جئت به من عند الله؟ ما الذي ارسله ربنا؟ فيكون هذا الكتاب القران من عند الله. وأن جئتكم به وأن مثلكم مأمور بما في القرآن كما أنتم مأمورون وأنا أول المسلمين لأي واحد يجب علي أن أتبع ما في هذا القرآن. طيب افرض ما تدعوش يا رسول الله، المسألة بسيطة، كل من في الحياة يصير موكبا وراء موكب وكل موكب يصير يصل الى الكبر فيبتلى والذين بتلوه يبتلون بعد ذلك من بعده والذين بتلوهم يبتلون من بعدهم فالكل سائر الى الله تعالى. هذا الجسر هو مرحلة التقاء مع الله ليحاسب الناس على الصغيرة والكبيرة. ولذا قال تعالى يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، يعني ستلتقي بربك. ولذلك عند الناس من الناس من يحب لقاء الله ومنهم من يكره لقاء الله. من اراد الله به خيرا احب لقاء الله فاحب الله لقاءه، ومن اراد الله به سوءا كره لقاء الله فكره الله لقاءه، لانه لا يناله من الله الا العذاب والا من فقام العياذ بالله تعالى. اذا المرحلة النهائية هي اليوم الاخر. عشان كده بنؤمن به، والايمان بالله وباليوم الاخر الاثنين دول بيخلينا احنا ننسى الخلق ونفتكر الخالق وننسى الدنيا ونفتكر الاخره وننسى مظاهر الحياه وذكرتها ونذكر ما عند الله ونؤمن ان ما عند الله خير وابقى. واطلبوا بس المنكر وما عند الله باطل. واضح؟ انا بقول على سنة الثاني وتحتاج معايا تكلموا ده تثبتوا تتكلموا بيه يا اخوة. انا عايز الموجودين الان يخرجون كل اسبوع الالسنة حق كبيرة للناس الظلام وتضيء لهم وجه الحقيقة فتنصر بين الناس العدل والكذب. قولوا ألسنة الحق يكن الله لكم ويكن معكم ويبارك حياتكم فيسعدكم. اما ان كسبتم فالساكت عن الحق كيسان الاكل. اذا هذا الايمان عرفت كيف. انا عرفت ايمان وقياده، عقيده وقياده. القياده وجود الرسول بينهم ليس امامهم. ولابد دائما من المربي. الولد بدون ابوه يدري، ولذلك اليتيم بيتعب وبيبحثي عن وصي او ولي يتولى تربيته حتى لا يضيع في المجتمع اذا كبر بدون تربيه. ثم الناس بدون العالم يضلون بعد الرسل، لان العالم هو
كما قال العلماء وكما قال المحققون الناس اقرب اليه من قيادتهم حتى الى الطعام والشراب، لان قيادتهم الى العالم هي حاجتهم الى ما فيه سعاده الدنيا والاخره. اما لو جاء حتى يموت بمثلات التوابع عند الله، لكن حين يضيع من الدين ضاعت الدنيا والاخره. فهذا المعنى مهم جدا. يا بنو لابد من قياده الرسول للمسلمين. طيب الرقاده بدون مين؟ على كفه. هناك القلوب متنوعه. الله اخبر بان بعض القلوب تكفو حتى تكون كالحجاره، وان بعض القلوب تصير مثل الصلب ومثل الجبال لا تتاثر ولا تسلك لشيء، حتى ربنا اخبر ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار، ومن الحجاره من يتشقق منه الماء، ومن الحجاره من يهبط من فوق الجبل خشيه من الله. فالانسان اذا وصل الى مرحله الغفله ومرحله الخشيه فلا الصلاه تنفعه ولا القران يحييه ولا المواعظ تذكره، هو قلب قاسٍ وضمير ميت وانسان لا حياه فيه يمشي على الارض. مهما وعدت ومهما ذكرت فهو صاء جامد مصلب لا ينفع فيه ابدا. اذا سيكتب الرقابه، لان احنا مش عايزين مجتمع يقول ايه هو اللي دلوقتي ايوه يا جدع لم الجرامين ده ناس قهوه دلوقتي، ده الراجل سامع فيها قوي وعامل كانه قوي المدير ياخد المدير يخرب بيته. لم الجرامين ده ناس قهوه دلوقتي، هات الدوسيهات يا جدع. ايه افتح الدوسيه وبعدين يجي له واحد يقول لي قال انا ليا حاجه عندك بقالها ست اشهر، يقول لي كمان ست اشهر، يقول لي حرام عليك ده انا بيتي ابيتي كثير اولاد بدون واسم الدين مرتب الى اخره، يقول لي بسيطه ربك رزقك مش بتقول ربنا رزقك. ثلاثه في السماء للسفن وما في عدوان، تدخل واحده ثانيه نفس عريان والبت عامله اخر حاجه وبتعرف تلعب. اول ما تدخل تاخد في المدير انا جيت لك امبارح ومن قبضت حقي، ازاي من قبضت مش معقول انا صدرت ايامك امر في المتر مريض في الارض ما عايز يعمل راجل حاجه هامه جدا بقى، لان دخلت واحده في عنده نفس ونفس حضرة المدير على المكاتب مثلث مسكين في الدش دي ويصلي حاجه واحده بس. والله ان شاء الله بكره تجيني نفس الورق جاهز. وليه بكره دي بقى؟ هيكون مرتب اموره من مقابله خاصه بقى بالقلم. الساعه كذا بالظبط تكون هنا. الساعه كذا بين النوع فيها الدخول. ليه؟ لان الامر اصل سر وخطير. وكل السر وخطير دي اللي بتتعمل كتير قوي عند المديرين وعند الاخرين. سر خطير دي يعني معناها موضوع حد فتان عليه. فتحصل اتفاقية برضه من الاتفاقيات فيها دي وتنسى على كل الاعمال، لان ده رجل. فاحنا لما بنعيش بدون ضمير وبدون حياة سلبية بنضر كل المجتمع. القانون ما يقدرش يحاسب ده، القانون ما بيقدرش يحاسب اللي باع مستشفى بالسيارة، القانون ما بيقدرش يحاسب اللي طلع بطاقته. قال لي نزل هنا انت عارف انا ابن مين؟ اسرع البطاقه. فصرت وضع راسي في الارض يقول لي اتفضل وانظر من مدعومه وان امر وامرك لله ما تتركش بيتك. اطلع من السلام. اعمل ايه ان انت حر وكاني ما قتلت حد. يا راجل حرام عليك يقول لي فوق ان جبتها لم تبيت في البلد. مش هتضل في هنا. اطلع روح وتسافر. ليه؟ مفيش ضمير. فاحنا بدون الرقابه القلبيه والخوف من الله والشعور بان الله يحاسبني لم يكن لنا صيام. يبقى اذا هي البناء السياسي. حضرتك حضرتك لو انا كنت دلوقتي وعملت اسف يعني انا كنت وجبت عندك الشيخ ابو ذر والشيخ حسني والشيخ عبد العزيز وعندك احمد عندك اما احمد والصيدر وعرعر وكرتون وكلام وحنين مقصر
وبعدين ده بيشرب كاميرا وده بيجيب كاميرا طبعا حرفيا بتيجي بالصواريخ وبتيجي بالطيارات وتيجي بتتوزع كده يا في امين الله بدون ما حد يتكلم يكون منه وانا جيت عملت حكم اسلامي ودول كلهم هيبتدوا ينفذوا الحكم الاسلامي بالله عليك تتابع في الحكم خيرتك تمرين الحكم الاسلامي قانون مثل القوانين الموجوده احنا عارفين القوانين الموجوده كم وقت ثلاثه لاعب بيحصل التلاعب في الحكم الاسلامي حرموا قصيص عمل عليه اعدام كم تكلت تجاره القصيص من التاجر الصغير الى الرتبه الكبيره خالص الضخمه عمل معركة الاقتصاد اذا لابد من بناء الضمير هذا هو تصديق الله لامور السياسه بالنسبه للوضع في مصر. وانا اعرف يا اخي ان العهد المصري كان اساس البناء فيه لباطل الى ما تقدم من سياسيه التربيه العقيدة القيادة الرقابة لأكتب الرقابة رقابة الله سبحانه وتعالى ده كان أساس البناء فيه وقلنا إن العقيدة آمين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره لكن ما يتلقوش الحكمة في القضاء والقدر وأتى الله برسله بيذكرني الحقيقة أن الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر مطلق دائما بالإيمان بالقضاء والقدر لأنك حين تؤمن ستنطلق في الأرض جنديا لله تعالى وحين تنطلق جنديا لله تعالى فتتلاقى من المصائب والمشكلات والمتاعب والآلام ما أخبر الله به في القرآن ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات لبشر الصابرين فأنت ثم ستجد الأعداء الذين يتربصون بك والمنافقين الذين يتآمرون عليك وعلى دينك وعلى الذين معك فأنت قد تشعر أن هذا الذي يصيبك سببه البشر وحدهم وأن لا صلة الله به فالله يقيم لك لا لا تفكر في هذا المثل كيف مثلك في القناة بكلب سابق وعزيمة قوية وإيمان موجب ونور مستقيم بالله لا بد ان تشعر ان لا يصيبك في الارض كتب لك في ليس في السماء ان كان خيرا فخير وان كان شرا فشر وان الله تعالى معك اينما كنت وانه يسمع ويرى وان ما كل شيء ابتليء ابتليت به لك عليه اجر ولك فيه ثواب وأن الذي يبتلى ويمتحن في هذه الحياة من المؤمنين هو الذي يسكن عيده وتنتظر نفسه ويسلك بعد ذلك بعد ممارسة الحياة بكل ما فيها من حر وبرد وما فيها من ألم وأمل وما فيها من نعيم وما فيها من جهد الذي يمارس ذلك كله هو الذي يعظم عيده ويصلح ان يتحمل الدعوة ولذلك الرسل كلهم عزمت اعيادهم وابتلاهم الله يمتحنهم قبل الرسالة وبعد الرسالة لماذا؟ ليكونوا ذي اعياد طيبة وذي قلوب ثابتة وذي نفوس منتظرة في بوتقة الربانية هذا الذي جعلهم اسمى واعلى من غيرهم فالإيمان بالقدر يدفع إلى العمل ويجعلك ترضى بما يصيبك ويجعلك تشكر الله تعالى على كل نعماء وترضى بكل ضراء وتطلب من الله وحده أن يرفع عنك البأساء من الله وحده فهذا
يجعلك لا تلتفت الى اهل الارض. فلسفة القضاء والقدر هي فلسفة تكوين العقيدة بالله. فان الذي يؤمن بربه ثم يجعل من الناس كل شيء ويجعلهم هم مخط كل الاسباب سوف يتعب ويقف في الطريق سوف لا يسير. ولذلك تجدون الرسل اضطهدوا في الرجل ايدوا عجبوا انطلقوا لم يفتوا وقالوا هذا قضاء الله وقدره وبل نصبر على ما اوتينا به وظلوا انتقلوا من مرحله الى مرحله ومن نصر الى نصر ومن خير الى خير حتى كانت الغلبة لهم باكرا. يبقى هذا ما يجب ان نفهم بالنسبه للقضاء والقدر. مثل القضاء والقدر ده على ثاني امام في البيت يقول ايه اسعى مستفاد للرزق كل ما في داعي بقى للعمليه يقول اتجوز مش عايزين اولاد كتب لاولاد يجيب الاولاد من غير جواز غلط لان ده كما قال الحكماء كانه تستبر الله والله تعالى جعل الاسباب مرتبطه بالمسببات وجعل النتائج مبنيه على المقدمات. فاذا طلبت النتيجه بغير مقدمه فانت لم تكن فاهما عن الله ولم تعمل بما امرك الله. فالله ليعطيك النتيجه انت اعطي نصف المقدمه. اذا اعطيت المقدمه تعطيك النتيجه. لان ربك هو الذي جعل لكل شيء سببا. وضربت لكم امثله كثيره بعد ذلك في القران الكريم. طيب بقى في واحد يسال انا لما قلت للمسلمين ردوا ولا بد من تربيه على العقيده والقياده والرقابه. طيب واحد حيقول يعني بالوقت ده نغيث بالاسلام لغايه ما نكون فئه فيها عقيده وقيادة ورقابة ولا اذا كان لا يوجد من هذه الفئة احد يبقى لا ينكر الحكم بما انزل الله لا ينكر. اما ان كان يوجد مؤمنين وهم دائما موجودين والحمد لله رب العالمين لا تزال طائفة من امتي على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك. اذا كن امتي دائما طائفة مؤمنة. وما دامت فيها طائفة مؤمنة اذا لو احنا استطعنا ان نحكم بالاسلام الان لحرم علينا ان نؤجل الحكم ساعة اخرى. يحرم علينا تأجيله. لماذا؟ لأن الحكم بالإسلام ممكن من جميع الناس. لكن إذا كنا الآن لا نستطيع كمؤمنين ولا أكون كمسلمين كمؤمنين أن نحكم بالإسلام حكما عاما فيجب أن نسير بخطوات الإسلام في الحكم الخاص اللي هي السياسة الخاصة بقى السياسة بالمعنى العام اللغوي مش بالمعنى العرقي. يبقى نبتدي من الآن نربي في أنفسنا العقيدة ونربي في أنفسنا اتباع القيادة وأصلها الرسول عليه الصلاة والسلام ونربي في أنفسنا الرقابة لله تعالى. والشرع أصبح واضحا في صلاته وصيامه وزكاته وحجه وفي عباداته ومعاملاته وفي أحكامه في الحدود وفي القصاص وفي كل شيء. احنا لا نستطيع ان نعاقب الزاني ولا الزانية ولا نعاقب السارق ولا السارقة ولا نعاقب سارق الخمر لكن نستطيع ان نمنع انفسنا من الزنا ومن السرقه ومن شرب الخمر ومن القتل. احنا معسكر المؤمنين ومن يقع فيها من الاخرين ان تاب تاب الله عليه وان لم يتب فعقابه على الله وليس علينا شيء. المسلمين الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان بالحبشة ملكا لا يظلم عنده احد وهاجروا الى الحبشة
عاصوا هناك في ارضه ليست اسلامية، واسلم ملكها وعاش بغير القسم بالاسلام في الرعية، لان الاوضاع كانت بالنسبة له اوضاع خاصة الى ابعد حد. ومات هذا الملك مؤمن، وكان كما جاء في الرواية يرى نور على قبره بعد موته. والمسلمين الذين كانوا معه عملوا بالقرآن بكل ما وصلهم من المدينة الى القدس، كل ما وصلهم عملوا به، لكن لم يستطيعوا ان يقيموا حكما اسلاميا حتى عادوا الى المدينة في السنة السابعة من الهجرة في غزوة خيبر. حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا ادري باي الامرين اسر، بقدوم جعفر ام بفتح خيبر. لان سيدنا جعفر جاء ومن معه في هذا الوقت، والرسول عليه الصلاه والسلام جعل لهم من الغنائم نصيبا. هذا سكن يجب ان نعرفه، ونحن ندرس سكن احكام اسلاميه كثيرا. فلا تعجلوا علي ولا تكمنوا ولا تضربوا اكناسا في اسجاد. انما تقيس الامور وجايه منين تسيرها كده ونعرفها على اسلاك، لان اسمعوني احنا بعدنا عن هذا العلم وهو من اصول الاسلام ومن فروعه، بعدنا عنه بعدا شاسعا حتى اصبحنا وكأن الحكم بالاسلام غريب عنا، ولا شأن لنا به ولا دخل لنا به ولا يهمنا. عايزين نشوف حبيبنا محمد عليه الصلاه والسلام ماذا فعل لقائنا في الاسبوع المقبل مع تنظيمات لاستعداد لتنظيمات الحكم الاسلامي في المدينه. والله اعلم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وكفر الله لكم جميعا.